كان الأمير سعود وسطيا على الدوام، كان كالملك عبد العزيز وكالملك فيصل وباقي الأسلاف قويا مثيرا للاحترام. تواضعه لم يفقده الهيبة، وهيبته لم تنل من لين قلبه. بهذه الصفات جميعها استطاع سعود الفيصل عبر مسيرته الطويلة أن ينال احترام الأصدقاء والخصوم على حد سواء. وأنا أتذكر أنه في أحد رحلاتنا ولقاءاتنا مع زعيم دولة كبيرة، في العادة أنه رئيس الدولة يجلس في المقعد المواجه وعلى يمين الضيف، فوجدت أن رئيس الدولة يدعو الأمير سعود إلى الجلوس في مكانه وهو يجلس على يمين الأمير سعود، ورفض الأمير سعود وأصر رئيس الدولة، وكرر رفض الأمير سعود وأصر رئيس الدولة، وما كان من الأمير سعود إلا أنه يجلس في مقعد رئيس الدولة. هذا نوع من التقدير اللي الحقيقة يحظى، ودائما تجدها أيضا من قبل كثير من الزعماء ومن الرؤساء. كان عربيا بأعماله، وكان إسلاميا في نفس الوقت، يراعي المصالح الإسلامية والعربية. أستشهد في لما كان وكيل وزارة البترول، وكان في الأوبك، اجتماع الأوبك في جنيفا، فكان العراق موقفها دائما ضد السعودية في الأوبك. هذا الكلام في السبعينات. وزير البترول في حين للعراق هو السعدون حمادة، كان رجل لا يبتسم، وكان نازل على السعودية في الاجتماع يعني رهيبة. فإذ كان الأمير سعود جالس في كنبة في الانتركونتيننتال هوتيل، ويمر سعدون حمادة، وكان المنظر كالآتي: بص على الأمير سعود، قال له: أشهد بالله. كل واحد كان منتظر أنه حيستمر في الهجوم على السعودية. أشهد بالله يا سعود أنك أنت أميرا في أخلاقك، وأميرا في منظرك، وأميرا في تصرفاتك. وأخذ بعضه مشي، تعطيك لفتة حتى الأعداء للمملكة للسياسة البترولية السعودية كان يحترم سعود الفيصل. يستطيع أن يقلب الأعداء إلى أصدقاء، فرحمه الله كان رجل أستطيع أن أقول نادر من الصعوبة أن يتكرر مثل شخصه.